كثيرة هي مراكز البحوث والدراسات حول العالم، فهي بيوت حكمة هذا العصر وخزانات التفكير ومجهر قراءة الواقع والتنبؤ بالمستقبل، مهمة إلى درجة باتت معها الحكومات في الغرب وأرجاء من الشرق تستشيرها، تطلب خدماتها، وأحيانا تأتمر بأمرها وتنتهي بنهيها. رغم شح الموارد ولدت مراكز بحثية عربية نموذجية كان لها إسهامتها في حل المشكلات إلى درجة عظيمة كان لها إسهامتها في حل المشكلات على قدر كبير من الجدية والمصداقية. ورغم شح الموارد أيضا بقيت هناك مراكز مجرد هياكل إدارية. عدد مراكز البحوث والدراسات في واشنطن وحدها حوالي 400 مركز، وفي المنطقة العربية بأكملها 260 مركز. وهذا معناه أنه عدد المراكز في واشنطن وحدها يفوق عدد المراكز في المنطقة العربية بأكملها. مصر والوطن العربي عانوا كثيرا من مشكلات التعليم، وحين يفشل التعليم لا تسأل عن النجاح في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الطالب المجتهد ينجح والطالب الفاشل ينجح أيضا، وكأن الهدف في نهاية المطاف هو الوصول إلى شهادة لا تثمن ولا تغني من جوع، بطاقة ليلتحق بركب من سبقوه.